شيخ علي بن هاشم، ماذا في هذا الفيديو الذي تم اعتقالك بسببه؟ ماذا قلت فيه؟ اولا مثل ما قال اخي شويتر قبل قليل جزاه الله خيرا، ما عنديش حاجه للتلبس، لا بد ان يعطى لي استدعاء ويوضع في الموضوع، وثم بعد ذلك قد يكون عندي مشاغل أؤدله إلى 6 مرات، لكنهم منعوني من إخبار العائلة، وبالتالي هذه عملية اختطاف، ولم يعطوا لي ورقة أنا يعني وكيل جمهورية ولا النائب العام، وإنما عند السؤال قال عندك شريط، ولم يحددوا هذا الشريط، ما فهمتش أنا الشريط. وزيد حاجة ثانية، يعني يعني لا لا يعني لم يسألوك عن هذا الفيديو ولماذا، وهل الكلام هل كلامك عن شنقريحة، وماذا قلت عن شنقريحة حتى يتم اعتقالك؟ يا الأخ جمال، أنا قلت كلام، قلت باستطاعتي أن أجيب على كل الأسئلة التي تطرحونها، لماذا أمتنع؟ لأنني هذا النظام لا ثقة لي فيه، والعدالة لا ثقة لي فيه، ولكنني ما لم أقله لهم أقوله لكم على العلن. شنقريحة هل من حقه أن يمارس السياسة؟ هل من حقه أن يحول السكنات العسكرية والنواحي العسكرية إلى منصات لقمع المعارضة في الداخل وفي الخارج، ويتهمها بأنهم عملاء وبأنهم أعداء؟ بحقه أن يسأل. البارح عندما تحدث لم يتحدث عن السياسة، تحدث عن العسكر وأن الحروب تطورت وأن صح النوم. وشكون ما قال؟ هذه معروفة باللي الحروب الجاية، يعني وهل السلاح نتاعك أنت سيواجه التطور هذا الذي حدث؟ هنالك الآن جيوش عن طريق الذكاء الاصطناعي لا يأتي بها الشخص أصلا، وهنالك الحروب الاستمرارية. الآن اعترفت بأن هنالك كذا، وهل الأسلحة نتاعك قادرة على، عندما تحدث في قضايا العسكر والجيش ولم يتحدث البارحة، لم يقيم رئيس الجمهورية ولم يتحدث في كذا، ما أظن أن واحد رد عليه، لكن أن تتحدث في صلب السياسة تقيم رئيس الجمهورية وتقيم الدولة وتتحدث عن المعارضة، إذا حولت السكنة العسكرية، نحن نريد إبعاد العسكر ولا عن العمل السياسي، السياسة للسياسيين والعسكر لهم شؤونهم ولهم صلاحياتهم وكذا. أنا لم أريد أن أدخل معهم في نقاش، لأنني كيف أدخل مع، أنا أولا لا أعترف بهذه العدالة، وأنني أعرف بأنها يعني بالإعاز النص، الناس تاعها كلهم راه في الحبس. يعني السؤال المطروح، كيف أصبح مدير المخابرات العسكرية المتهم بقتل الناس، كيف أصبح الآن يصول ولا يصول في مال؟ أو الداخلية وطرطاق نفس الشيء، طرطاق نفس الشيء، والتوفيق نفس الشيء. هذه عدالة؟ ناس كانوا مطالبين ب20 سنة وب 15 سنة بين عشية وضحاها يصبحوا أبناء، ولكن هؤلاء بالعكس هم أنقذوا البلاد حسب كلام شنقريحة في التسعينات من أصوليين بخطاب متطرف، كما قال شنقريحة في خطابه قبل عشية العيد أصلا، وأنه لاحظ أن هناك عودة لهؤلاء الأصوليين بخطابهم الديني المتطرف، ولن نسمح لهم بإعادتنا إلى التسعينات. أولا أعطيني الوقت. تفضل نسمعك، تفضل نسمعك. أولا وقبل كل شيء، أنقذوا البلاد ممن؟ أليس هؤلاء كانوا يعملون العمل السياسي ومعتمدين وشارك معهم جميع الطيف السياسي عن طريق صناديق الاقتراع ووثائق الدولة تشهد بذلك؟ من الذي انقلب عليهم؟ تنقذ الجزائر ممن؟ من أبنائها؟ ممن اختارهم الشعب؟
وفيهم كفاءات علمية وفيهم إطارات وفيهم علماء وفيهم ناس خبراء. الشعب هو الذي، ثم من هو حتى ينصب نفسه؟ من لن نسمح، من أنت حتى تسمح؟ الذي يسمح أو الذي لا يسمح هو الشعب الجزائري. ولكن حسب كلامه من قنقض البلاد من هؤلاء المتطرفين، وشير الفيس بشكل صريح من في التسعينات والذين جروا البلاد للهاوية، كان الجيش هو الذي أنقذ البلاد. في بريطانيا أليس عندكم أحزاب متطرفة؟ في النمسا أليس هناك أحزاب متطرفة؟ في إسرائيل أليس هناك أحزاب متطرفة؟ في فرنسا أمهم التي يحبون حبا جما أليس فيها ماريو لوبان؟ المتطرف من حقه أن يمارس السياسة، والشعب هو الذي يقصيه، وإذا أخطأ الشعب يصحح خطأه، مش يصحح بالدبابة وبالقتل وبخطف أولاد الناس الأبرياء. ولكن هل يمكن مقارنة الجزائر بدول مثل هؤلاء وبالوضع في التسعينات في الجزائر بسيطرة حزب على بلد؟ وطبعا الجيش في التبرير وشنقريحة عمل معه أنه منقذ البلاد من، بالعكس، من حزب كان يريد مشروعا ظلاميا للجزائر. أولا وقبل كل شيء، هل الجيش هو الذي يقيم؟ أين هو؟ لماذا شادلي لقاء أقيل؟ لماذا بالخادم حل البرلمان تاعو؟ لماذا حلت المجالس الولائية والبلدية؟ لماذا؟ إذن القضية مش قضية، هذه قضية ضد أشخاص. أنا أقول لابد أن نعرف معرفة جيدة من حق جميع الطيف السياسي أن يتواجد سياسيا وبطريقة سلمية وعن طريق القوانين السارية المفعول في ذلك الوقت وفي هذا الوقت. أما أن تعزلني سياسيا وتهمشني سياسيا وتمنحني من حقوقي، أنا قلتها لهم، من الذي منعني من حق الجمعة؟ من الذي منعني من حق حضور الجنائز؟ من الذي منعني من حقوقي؟ هل هؤلاء تستطيعون أن ترفعوا عليهم دعوة؟ 20 سنة في عمر إنسان ما ليس بالأمر الهين. ثم بعد ذلك أنت تنقذ الجزائر بالقتل؟ تنقذ الجزائر بالسجن؟ بالدوس على الناس؟ قال نلغي الانتخابات وننادي إلى انتخابات جديدة وهكذا. لا، لابد من طرق. أتريدون الآن أن تعيدوا الأمر إلى هذه قضية العهد الرابعة؟ هذه بعض المقدمات نتاعها والتحقيقات والمقبلات نتاعها. لابد أن نصفي الناس، لكن نحن على استعداد أن ندافع عن رأينا وعن فكرنا، وهذا حرية التعبير. هو يعبر سياسيا في سكنة عسكرية وأنا ممنوع.